المحترم على هذا السؤال المهم. نظرا للدور الهام اللي تيلعبوا هذا النشاط من النقل او هذا النوع من النقل ديال المسافرين في ربط المملكه وخاصه خلال الصيف من خلال عمليه مرحبا اللي هي واحده من نوعها، تتكتف تدابير الوزاره في تكثيف وتنويع عرض هذا النقل من خلال تعبئه اسطول بسعه 500 الف مسافر اسبوعيا، ومن خلال 11 خط بحري مختلف بتنسيق مع الدول الاوروبيه المعنيه خاصة المملكة الإسبانية. من جهة أخرى تنعملوا من أجل تقوية الأسطول الوطني باش نعززوا السيادة المغربية في هذا السوق التنافسي بهدف إرجاع التوازن بين الطرفين الأسطول المغربي والأوروبي على المدى المتوسط. وأخيرا تنسهروا على جودة الخدمات وأمن وسلامة السفن من خلال دفاتر التحملات والمراقبة من طرف مديريات الملاحة التجارية. وشكرا.